أمرح جهنم. مرحبا أصدقائي الصغار، هيا نتعرف على بعض المهن. خرطيح مرور، طبيب، فنان، أشرة أطفاء، معلمة، حباش، مشارع. أنا شرطي المرور، عملي هو تنظيم السير حتى تكون دائما بأمان. أنا الطبيب، أعمل لعلاجكم ولإزالة الألم عنكم. أنا البناء، وأنا أقوم ببناء المساكن وكل الأماكن الأخرى من أجل أن تنعموا بالراحة. أنا رجل الإطفاء، عملي هو إطفاء الحرائق وإبعاد الخطر عنكم. أنا الخباز، وأنا أقوم بصنع الخبز وأشياء أخرى كثيرة من الطحين. أنا المزارع، وأنا أعتني بالحيوانات وأزرع الخضار والفواكه من أجل تأمين الطعام. أنا المعلمة، عملي هو تعليمكم حتى تكبروا وتصبحوا أصحاب مهن وتبنوا الوطن. نحن نحب أن نعمل. Created using Powtoon.